Hi guys, how do you feel? Yeah! هلا والله شباب، اليوم الثاني في سان واي لاغون، واليوم بإذن الله بنجرب جميع أنواع ألعاب الأكشن، فخلونا نستمتع يا أصدقائي. وش؟ هلو. طبعا بنجرب اللعبة هذه، واللعبة هذه صح صراحة واحدة من أصعب الألعاب اللي ممكن تجربها، فبنشوف كيف إن شاء الله أنها تكون كويسة. Hello guys. Hello. How are you? Walk now. YouTuber. Yeah. can you tell me your channel? Yes, yes. You will be in my channel. جرب اللعبة هذه الله يستر. سفينة. دور 360 درجة. How do you feel? Wow, really nervous. Hi guys, how do you feel? Yeah. How was it? I'm don't know, I'm very scared. Yeah, we're scared. Yeah, we're scared. Yeah, that was fun. صير مرة يا finally. والله مرة جميلة والله. Can we do the thumbnail? Thumbnail. Thumbnail. One, just a smile, okay? Okay. One, yeah, I like it. One, two, three. Okay. Thank you, guys. Thank you. This right? Yeah, this is mine. Right. Have a nice day. Bismillah. Cup tea. Can bring one. Where can we be? Can bring. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. المرة هذه ألون. Which size is better, this one or this one? For me. Huh? For yeah, for YouTube. I don't know, like this side or this side? This side is better. This side, okay. Where are you from? Malaysia. Oh, nice to meet you, guys. Nice to meet you. Bismillah. Where? Bismillah. Please, check. Please, look. Close? Ah. Okay. Yeah, you are okay. Welcome guys! Guys! بسم الله يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم شو الجمال يا كابتن مدينة عالم سن ويلا كون هلو هلو جايز هلو Thank you.
انها حلوه يا اخي لكن قصيره. الحمد لله، والله كانت تجربه جميله جدا يا صديقي. قبطي على وين اروح؟ اختار لي وحده اشوفها وين. ويلكم جايز، هاو ار يو؟ ليتس دو ات. قبطي اوكي، شوف هذه الارقام هاك، واذا حبيت انك تظهر لي دوب راسك تلفها. قبطي اسمها لعبته، دوخ راسك بنفسك. كبتي now. روسهم دايخة الحين يا جدع. ثانك يو. ثانك يو جايز. والله ما دايخوا يا اخي، وش ذا ما شاء الله عليك. بسم الله. طبعا هذا اطول جسر في حديقة. طوله ما يقارب ال 300 متر الظاهر، اطول جسر. قبطي. والله هذا المكان ظلمة. قامت تمطر، خلينا نشوف ايش فيه. بسم الله. يا ولد راسي يدوخ. هلو. هلو. طبعا جميع العاب الاكشن اللي نقدر نصورها تشملها تكت دخلناها وصورناها، ولكن في العاب اكشن اكثر، ولكن كل لعبه لازم تدفع عليها ما يقارب 80 الى 200 رينجت. والله مره كثير. فالحل يا صديقي جرب القطار مره ثانيه. جلست اول محطه مع الاتصال. جايز بدينا القطار اول شخص. حظي سعيد خلاني اول واحد. الله يستر. ووو. How do you feel guys? تنسون اللايك والاشتراك وانشروا المقطع للناس اللي تحبونهم، خلوهم يستمتعون معنا، ودائما يا اصدقائي تذكروا كونوا سعداء. في امان الله.